دكتور، انت حضرتك ذكرت بان كان هناك الملائكه وكان الجن قبل خلق الانسان. الملائكه عندما قالت لله عز وجل يعني تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هل كانت تقصد مثلا او رات مثالا امام عينيها فعل هذا مثلا من الجن؟ نعم، اكثر اهل التفسير يقولون ان الملائكه قالت ذلك بالقياس على حياه الجن. ما هو الانس والجن يشتركون في انهم مخيرون، وأنه تكون منهم الطاعة والمعصية والإيمان والكفر والإصلاح والإفساد كما ذكرنا. فالملائكة قالت يا ربي هذا النموذج من الخلق رأيناه قبل ذلك في الجن، ورأينا أن فسادهم غلب على صلاحهم وشرهم غلب على خيرهم. والوجه الذي أراه أيضا بالإضافة إلى هذا الكلام الذي قاله السادة المفسرون في معظمهم على رأسهم الطبري، الوجه الآخر أن الله عز وجل حين أخبرهم عن المخلوق الجن ووصفه بأنه سيكون المستخلف، سيكون على رأس المخلوقين في الأرض وفي هذا الطول من أطوار الوجود، أخبرهم عن صفاته عن خصاله. يعني الملائكة عندما قال الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، نافهم من ذلك أن الله بيّن للملائكة طبيعة هذا الخليفة وما سيكون منه وما ستتصف به وتصف من الخصال والصفات وما سيكون منه من الأعمال والسلوك في الأرض. ومن ثم فالملائكة تجيب بناء على البيان الإلهي الذي سبق، تجعل فيها من ذكرته ووصفته لنا ممن يسفك الدماء ويفسد في الأرض ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فيحتمل الأمر أن ذلك كان بناء على بيان إلهي هو من مقتضيات كلمة الخليفة. يعني لا يعقل أن الله سيقول للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ولا يبين لهم مقصوده بالخليفة ولا يبين لهم خصائصه وصفاته. فغالب ظني أن الله قد بيّن لهم ذلك، والملائكة تتكلم ذلك بناء على ما بيّن. أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء كما وصفت لنا وأخبرتنا من أحوال هؤلاء البشر، وأن أكثرهم لن يكونوا على الإيمان وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين؟ فبناء على هذا البيان الإلهي كان الجواب من الملائكة.